النهاردة عشان أتكلم مع حضراتكم هبدأ صفحة جديدة. هنعتبر قبل حضوري الصفحة عندكم بيضة خالص، ما فيهاش ولا حرف ولا كلمة. اللي هبدأ بيه معاكم وانتوا داخلين الحياة الجديدة للأساتذة الزملاء والزميلات اللي هيشتغلوا في المحاماة، أنا هعتبر إن الصفحة بتاعتكم لسه ما كتبش فيها ولا حرف. وعشان نبدأ نقول في الصفحة دي يبقى لازم أقول البدائيات الأولى اللي انتوا داخلين عليها. حضراتكم المحاضرة بتاعتي بتعتبر عملية 100%، لأن أنا مش هقف كتير عند الفقه والنظريات، لأن انتوا شبعتوا من الكلام ده هو في الجامعة، وشبعتوا قراءة نظريات. لكن النهاردة هقول لكم لما بيجي لك قضية بتعمل فيها ايه. ده اول بند من بنود المحاضرة العملية. حضراتكم وانت داخل في اول مرحلة في عمل المحاماة وجات لك بكرة قضية، هتعمل فيها ايه؟ وعشان كده العنوان بتاعنا هو معالجة القضايا أمام المحاكم الجنائية. المحاضرة دي خلي بالكم زملائنا لما كنت بدي محاضرة بيتصلوا بي بعد 10 و11 سنة يقول لي المحاضرة اللي حضرتك اديتها لنا من 11 سنة أنا لسه بستعملها دلوقتي في القضايا اللي بتتعرض عليها. يعني اللي أنا هقوله ده وحد هيسجله كتابة ورايا وبعدين يكتبه على الكمبيوتر وبعدين يحتفظ بيه، هترجع له بعد 10 و15 سنة. العنوان هو كيفية معالجة القضايا أمام المحاكم الجنائية. تحت العنوان ده 3 عناصر. العنصر الأول هو من أين تبدأ قراءة ملف القضية؟ من أين تبدأ قراءة ملف القضية؟ وأنا يعني بستسمحكم بس إن أنا هعيد مرتين عشان اللي بيكتبوا ما تفوتش منهم حاجة. يبقى العنصر الأول هو من أين تبدأ قراءة ملف القضية؟ العنصر الثاني كيفية قراءة ملف القضية؟ حضراتكم العنصر الثالث كيفية استخراج الدفاع من أوراق القضية. العنصر الرابع والأخير كيفية المرافعة أمام المحاكم الجنائية. كيفية المرافعة أمام المحاكم الجنائية. حضراتكم اوعى تعرفوا ان اللي انا بقوله ده اي عنصر من العناصر دي سهل ابدا. وانا بتحضرني الذاكره بان اول قضيه اتعرضت عليا قريت القضيه مره واثنين وثلاثه بس مش عارف اعمل ايه قدام المحكمه. يعني اللي انا قريته ده هعيد قريته قدام المحكمه؟ يعني همسك الملف كده وافضل اقرا قدام المحكمه؟ مش عارف. فعشان كده لما بقول لحضراتكم
كيفية قراءة ملف القضية، اوعى تعتقد ان هذا العنصر سهل ابدا. لكن بعد محاضرتي اول ما بتجي لك قضية، وليكن مثلا تعاطي مخدرات، اتجار في المخدرات، قضية اكل، قضية رشوة، قضية اختلاس، قضية اختلاس، كيف أو من أين تبدأ قراءة ملف القضية؟ الملف قدامكم، حضراتكم إحنا في بداية حياتنا ما كناش بنلاقي الاهتمام اللي النقابة عاملاه ليكم دلوقتي، ما كانش حد بيوجهنا، كنا بنتمرن عند الأستاذ المحامي بس ما فيش حد بيقول لنا البدايات هي ايه ولا نعمل ايه. لا، فانتوا يعني ربنا حباكم بأعضاء مجلس عملوا معهد المحاماة ما كانش موجود خالص قبل كده، فانا برجوكم ان انتوا تستفيدوا من كل حرف بيتقال من العلماء والفقهاء والقانونيين اللي بيجوا قدامكم. انا بقول لكم هتعملوا ايه لما بيجيلك قضية، انا بوفر عليك 50 سنة، بديك خبرة 50 سنة انت بتبدأ من بعدهم. انا كنت اخد ملف القضية وانا مش عارف اعمل ايه، واروح للاستاذ الكبير لاي استاذ كبير واخد الملف تحت باطي انا مش عارف اعمل ايه، اقول له انا عاوز جت لي القضية دي بس مش عارف اعمل فيها ايه، يقول لي اعمل 1 2 3 4. احنا بنحط ليكم وسائل النجاح تحت ايديكم دلوقتي. بعد محاضرتي خصوصا المحاضرات المتخصصة بقى، النهاردة دي بنسميها محاضرة الشق العام، بديكم شق عام، لكن المحاضرة اللي هتبقى تالية إن شاء الله وهيحددها لنا معالي الأمين العام الأستاذ حسين الجمال هتبقى متخصصة، هتبقى محاضرتي في جريمة الإتجار في المواد المخدرة أو جريمة القتل العمد أو جريمة الرشوة أو جريمة الاختلاس أو جريمة التزوير. كل قضية بقول لكم إحنا عملنا فيها إيه، لكن النهاردة إحنا هنبدأ بدايات بس. من أين تبدأ قراءة ملف القضية؟ لما تجيلك قضية هتقراها منين؟ الإجابة الواقع العملي، عرفنا منه ان نبدأ قراءة ملف القضية بحسب التسلسل التاريخي للأحداث. قراءة ملف القضية نبدأ بحسب التسلسل التاريخي للأحداث، بنشوف كده. طيب بحسب التسلسل التاريخي للأحداث يعني ايه؟ يعني اول ورقة بتكتب في ملف القضية هي دي اللي نبدأ بيها نقراها. ايه هي اول ورقة بتكتب في محضر القضية؟ يعني قضية مخدرات مثلا، محضر اسمه محضر التحريات، هي اول ورقة بتكتب في القضية محضر التحريات. وليكن الضابط المرشد السري بلغه قال له يا فندم انا علمت بان فلان الفلاني بيتاجر في المواد المخدرة وانه يحوز حاليا كمية من المواد المخدرة في منزله وفي شخصه. فالضابط اول ما بتوصل له المعلومة دي يبدأ يتحرى عن صدق البلاغ،
البلاغ اللي جاله من المرشد ده أو من المصدر ده، ده بلاغ معلومات لازم يتحرى عن صدقها. هل فعلا البلاغ اللي وصل له ده حقيقي؟ هل جدي؟ ولا واحد بيكيد لواحد فبلغ الضابط عشان أو يضايقه ويقبض عليه وكده يعني؟ يبدأ الضابط يتحرى عن صدق البلاغ. هو ده التحري. تحري يعني ايه؟ تحري عن الحقيقة، يعني البحث عن الحقيقة، يعني البحث عن صدق البلاغ. كل دي حاجة اسمها التحري. التحري أو معضة تحريات اللي بيحرره فقط ضابط المباحث. يحرر محضر التحريات شخص فقط هو ضابط المباحث أو من يعاونه تحت إشرافه. يعني بيقولوا كمين المباحث، الضابط يقول له إيه، اكتب لي، اتأكد لي من صدق البلاغ ده. يبدأ يبعت المخبرين ويراقبوا الراجل اللي اتبلغ عنه ده، يشوفوه فعلا بيتاجر وبيتاجر في الجامعات، بيروح قدام النوادي بيبيع حشيش للمترددين على النادي، أو بيديهم تذاكر هيروين عشان يشموها. كل الكلام ده يبدأ البلوكامين. بس البلوكامين عشان يعمل تحريات يبقى تحت إشراف ورقابة ضابط المباحث. يبقى المنوط به تحرير محضر التحريات هو ضابط المباحث أو من يعاونه تحت إشرافه وتحت نظره ورقبته، مثل معاون المباحث اللي هو بلوكامين المباحث. آدي أول ورقة، هي ورقة محضر التحريات في القضية. حنفترض أن الورقة دي اتبلغ الضابط الساعة 10 الصبح، راح كاتب محضر التحريات الساعة 10 صباح يوم النهاردة مثلا الأربع الموافق 1/6/2023 الساعة 10 الصبح، راح كاتب محضر التحريات. بيعمل الضابط بقى لما يعمل محضر التحريات ويتأكد إن المعلومات اللي وصلت له معلومات صحيحة، يبدأ ياخد الورقة دي ويروح لوكيل النيابة يقول له أنا عاوز حضرتك تستصدر إذن لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه. سيد وكيل النيابة بيقرأ الورقة كده يقول إيه، لقاها كده، اتصل بي أحد مصادر سرية وأبلغني أن فلان الفلاني الكائن في العمارة رقم كذا في الدور الرابع شقة على يمين الصاعد على السلالم يتاجر في المواد المخدرة ويتخذ من مسكنه ومن شخصه مكانا لتخزين المخدرات ومقابلة العملاء. يروح قاري السيد وكيل النيابة الكلام ده، يصدر إذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه، بس بشرط، ودي أهم حاجة بقى تكتبوها وتعرفوها، عشان يصدر إذن النيابة بضبط والتفتيش لازم يشوف في محضر التحريات دول توافر شرطين. وكيل النيابة عشان يصدر الإذن بالضبط والتفتيش لازم يبص في محضر التحريات كده يلاقي إن في شرطين متحققين ومتوفرين في الورقة دي. أول شرط، يجب أن تكون التحريات تحريات جدية. يعني شاف إن التحريات دي جدية، مش عاملها كده وهو قاعد لا في حد بلغه بحاجة ولا وهو قابض على متهم من قيمة يومين ثلاثة
وحطه في البتاع ويكتب محضر واتصل بي أحد مصادر السرية وأبلغني أن فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة وهو عنده قبض عليه من 3-4 أيام. لا لا، بيبقى وكيل النيابة عارف أن الضابط ده كويس وأخلاق وما بيلفقش لحد حاجة ولا بتاع. فأدي أول حاجة، لابد أن يتأكد السيد وكيل النيابة قبل إصدار الإذن بالضبط والتفتيش أن هذه التحريات تحريات جدية. الشرط الثاني، يجب أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. بين قوسين، جناية أو جنحة ومنسوبة إلى شخص محدد بالذات. يبقى الشرط الثاني اللي يبحث عنه السيد وكيل النيابة عشان يستصدر الإذن، يجب أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل. بين قوسين، جناية أو جنحة تبرر صدور الإذن. ليه؟ لأنه لا يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة، لأنه لا يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة لضبط جريمة ستقع في المستقبل حتى ولو تحقق وقوعها. الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده فقه جنائي متعمق، بس لازم أقوله، وانت لما هتكتبه هترجع له بعد 10 سنين او 15 سنة. يبقى الشرط الاولاني حتى يستصدر السيد المحقق اذن من النيابة العامة، عشان يصدر اذن لابد ان يتأكد من توافر شرطي الاصدار. الشرط الاول، يجب ان تكون هناك تحريات جدية سابقة على صدور الاذن. الشرط الثاني، يجب أن تكون هناك جريمة، جناية أو جنحة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن، لأنه لا يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة لضبط جريمة ستقع في المستقبل حتى ولو تحقق وقوعها. تعالوا بقى نشوف الكلام اللي احنا بنقوله الفقه ده بقى لما جت لنا قضية عملنا إيه. حضراتكم تحضرني الذاكرة في قضية كانت في منطقة اسمها المطرية أو عين شمس، واتعرضت علي القضية فوجدت أن السيد ضابط المباحث قال كده، اتصل بي أحد مصادر السرية، بصيت على محضر التحريات أول حاجة لقيته بيكتب اتصل بي أحد مصادر السرية وأبلغني أن فلان الفلاني صاحب المقهى الفلانية بشارع عين شمس على موعد لتسلم كمية من المواد المخدرة من أحد تجار الجمعة الساعة 6 مساء اليوم. اتصل بالضابط وقال له الكلام ده، فالضابط راح محرر الكلام ده، قال اتصل بي أحد مصادر السرية وأبلغني أن فلان الفلاني صاحب المقهى الفلانية على موعد لتسلم كمية من المواد المخدرة الساعة 6 بالليل. الكلام ده الساعة كام؟ الساعة 10 الصبح. فالضابط راح واخد الكلام ده وراح محرر محضر وراح عرضه على السيد وكيل النيابة وقال له اتصل بي أحد مصادر السرية وأبلغني أن فلان الفلاني على موعد لتسلم كمية من المواد المخدرة الساعة 6 مساء، لذلك أنا بستسمع حضراتكم باستصدار إذني من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتحري عنه لضبط ما يحوزه الساعة 6 مساء عند تسلمه كمية المخدرات. إذا أصد ووجدت أن السيد وكيل النيابة اداله الإذن نأذن للنقيب فلان الفلان بضبط وتفتيش شخص المتحري عنه لضبط ما يحوزه ويتسلمه من التجار الساعة 6 مساء اليوم على أن يحرر محضر بالإجراءات.
أنا أول ما قريت الكلام ده عرفت أني بينشأ الحق للمتهم ببطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة. ليه؟ الله يفتح عليك، لأني هنا لابد من شروط صدور إذن النيابة العامة أن من توافر شرطين: التحريات الجدية السابقة على صدور الإذن، وأن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل عند صدور الإذن تبرر صدور الإذن، لأنه لا يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة لضبط جريمة ستقع في المستقبل حتى ولو تحقق وقوعها. ولذلك ينشأ الحق للمتهم في الدفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة، لأنه لم تكن هناك جريمة قد وقعت بالفعل وقائمة عند صدور الإذن، لأن صدور الإذن ما كانش فيه جريمة وقعت. لأن من شروط صدور الإذن عشان يصدر السيد المحقق إذن بالضبط والتفتيش أن يكون جريمة واقعة. يقول إيه بقى؟ يعني يقول إنه وأن المتهم يحوز حاليا كمية من المواد المخدرة في مسكنه، أدي الجريمة حيازة مخدرات. أما إنه هيستلم الساعة 6، لا أسف، بينشأ الحق للمتهم في الدفع. أنت على طول بتقول أنا بدفع يا فندم ببطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة ستقع في المستقبل ولم تكن جريمة متحققة عند صدور الإذن. وضحت الجزئية دي؟ ننتقل إلى أمر آخر. وعشان كده أنا بقول لحضراتكم اللي أنا هقوله لكم النهاردة دي أسباب نجاحك في أي قضية. أي قضية مخدرات هتقع تحت إيديك حتى إن شاء الله ربنا حيوفقك فيها وحتقدر تعالج القضية معالجة جيدة قدام محكمة الجنايات. حضراتكم هنا صدر إذن النيابة العامة في تاريخ، يعني احنا قلنا محضر التحريات الساعة 10 صبح، إذن النيابة العامة صدر الساعة 12 الظهر بعد ساعتين، الساعة 12 ظهر يوم 1/6/2023 مثلا النهاردة. يبقى أول ورقة أنا بقراها هي محضر التحريات، الورقة الثانية هي المتسلسلة في التوقيت بعد التحريات الساعة 12 الظهر إذن النيابة العامة. أدي ورقتين أصبحوا مع الضابط محضر التحريات وخد إذن النيابة العامة عشان يقوم بقى ينفذ الإذن. ده محضر الضبط بياخد الورقتين دول وبيروح ينفذ الإذن اللي هو بيقبض على الراجل متلبس بالمخدرات. يعني لو التحريات قالت إنه يا فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة وأنه يحوز حاليا كمية من المواد المخدرة في مسكنه الكائن في المكان الفلاني وخد إذن، بيروح ينفذ الضبط والتفتيش. الضبط والتفتيش اللي هو إيه؟ مضمون الإذن، بينفذ الإذن. حضراتكم هنا أنا مش عاوز إلا لما يكون في قضية مخدرات أنا بشرحها ليكم بتبقى متخصصة، فأنا مش عاوز يعني أغوص أكتر من كده عشان ما تهوش مني، لكن إحنا هنحاول بقدر الإمكان إن أنا أتلمس الأمور دي من قريب. بس حضراتكم الورقة الثالثة هي محضر الضبط، قام نفذ إذن النيابة العامة الساعة 6 بالليل. هو خد الإذن، السيد وكيل النيابة قال إيه؟ نأذن للنقيب فلان الفلان بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه لضبط ما يحوزه من مواد مخدرة في شخص ومسكنه، على أن ينفذ الإذن لمرة واحدة خلال 3 أيام من ساعة وتاريخ الإذن، من ساعة وتاريخ صدور الإذن. أدي حضراتكم أدي إذن النيابة العامة. هنا عشان يقوم ينفذ الإذن هو ده محضر الضبط، وعشان كده بتجدوا هتجدوا في محضر الضبط يقول إيه بقى الضابط المباحث بقى يقول إيه: نفاذا لإذن النيابة العامة
الصادر لنا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه، الكائن في الشارع كذا وفي مدينة كذا أو في محافظة كذا في الدور الفلاني في الشقة الفلانية، لازم يقولوا بالتفصيل. أمنة والقوة المرافقة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه، وضبطنا كمية من المواد المخدرة، وحنعود إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر اللازم، ومعنا المضبوطات ومعنا المتهمين. أدي ثالث ورقة هي محضر الضبط. وخلوا بالكم من اللي أنا هقوله دلوقتي، أهم ثلاث ورقات في كل القضية هما تحريات المباحث وإذن النيابة ومحضر الضبط. دول أهم ثلاث ورقات. يعني لما بتتعرض عليك قضية والناس جايبينها لك كده وانت بتفر وهم موجودين، حتى بتبص على التحريات وإذن النيابة ومحضر الضبط، بتعرف مآل القضية على فين، هياخد براءة أو هياخد سجن، أو السجن هيبقى معقول ولا ياخد مؤبد. يعني في أحكام يعني بتاخد إعدام، اللي هي جلب الهيروين، وبتبقى للقانون بتاخد إعدام. يعني لو جت حاجة زي كده أبقى عارف إن الحكم هيصدر بكذا. بس ما بنقولش للناس، إحنا بنشوف لنفسنا وبخبرتنا إن إحنا عرفنا بقى القواعد اللي أنا بقولها لكم دي، بقى خلاص عرفناها القواعد دي، فبنعرف من ثلاث ورقات دي. يبقى أهم ثلاث ورقات في القضية هو محضر التحريات وإذن النيابة العامة ومحضر الضبط. احفظوها عن ظهر قلب. حضراتكم لما بيتقبض على المتهم والمضبوطات، الضابط بيودي الكلام ده لوكيل النيابة، السيد وكيل النيابة يبدأ تحقيقات النيابة. يبقى الورقة الرابعة أو الحدث الرابع هو تحقيقات النيابة، وحتلاقوا تحقيقات النيابة في تاريخ لاحق على محضر الضبط. يبدأ بقى السيد وكيل النيابة يعمل إيه بقى؟ بيسأل ضابط المباحث اللي هو شهود الإثبات، ويسأل شهود النفي، ويسأل المتهم، ويودي المادة المضبوطة دي إلى المعمل الجنائي عشان يشوفها. المعمل يقول إن دي مخدرات ولا مش مخدرات، لأن أنا تحضرني الذاكرة على إن في واحد كان مقبوض عليه بكيلو مادة مخدرة تشبه الهيروين، وبعدين قبضوا على الراجل، ووكيل النيابة ودى المادة المخدرة للمعمل، والمادة المخدرة المعمل قال لا ده دي مش مادة مخدرة، ده ديت إسبرين مطحون. فباين هو رايح يشتري، فنصبوا عليه وخدوا منه القرشين وادوله إيه إسبرين مطحون، وجت معمل الجنائي وقال كده ودي عبارة عن إسبرين، وبيخرج من جدول المخدرات ودي مش ما فيهوش مادة مخدرة. وتم حفظ الأوراق في النيابة، النيابة حفظت الأوراق وخلاص ما بقتش في قضية. طيب لو جت مخدر، السيد وكيل النيابة بيجيله التقرير ان المادة اللي وصلت للمعمل مادة مخدرة، يعمل ايه؟ يكتب قرار اتهام، مواد اتهام والقيد والوصف ان دي اتجار في المواد المخدرة لو كمية كبيرة، اما لو حاجة صغيرة مثلا قرش حشيش او كذا او كده حاجات من الصغيرة دي، يبقى بيخليه تعاطي سواء كان هيروين سواء كان حشيش سواء كان افيون، اللي هي انواع المواد المخدرة، وبيحلها الى السيد المحامي العام اللي هو بيحلها لمحكمة الجنايات. يبقى السيد المحقق بيحيل جميع الأوراق اللي أنا قلتها لحضراتكم إلى شخص واحد، هو السيد المستشار المحامي العام الذي له الحق وحده بإحالة الأوراق والمتهم إلى محكمة الجنايات طبقا للقانون. هو اللي بيحيل بس، المحامي العام أو المحامي العام الأول، يعني كلمة وصفه المحامي العام، هو الذي له الحق وحده في إحالة جميع أوراق القضية إلى محكمة الجنايات.
حضراتكم هنا المحامي العام بيعمل يبص على الورق عاوز يحلها بيحلها، عاوز يسأل حد تاني يقول له طب ما يتصل بالنيابة يقول له طب ما سألتش اللي جاء أسمائهم ليه في الأوراق، يقول له يا فندم يقول له لا اسأله ورجع له الورق تاني، يقول له استوفي الأوراق، اسمها استيفاء، استيفاء الأوراق يعني تكملة التحقيقات. لما تلاقي حد يقول لك استيفاء يعني استيفاء الأوراق يعني تكملة التحقيقات، تكملة الأوراق، بيروح رجعها، يروح سائل الناس دي ويروح مرجعها، يبدأ المحامي العام يقول لك نأمر بإحالة الأوراق والمتهم إلى محكمة الجنايات وندب المحامي صاحب الدور. لازم يندب السيد المحامي العام، يندب محامي المتهم، جاب بقى وكل محامي خلاص، المتهم المحامي المنتدب بيرجع لورا خلاص ويترك، لأن المتهم اختار خلاص جاب محامي موكل. أما في متهمين خلاص المحامي المنتدب هو اللي بيتولى الدفاع، لكن لو الاثنين وقفوا لا تعارض، خلوا بالكم يعني لو في محامي منتدب والمتهم وكل محامي الاثنين يقفوا، ممكن يقول له هتكتفي يا ابني بالمحامي القاضي، تكتفي بالمحامي الموكل وبلاش المنتدب، يقول له خلاص يا فندم، يقول له طب يا أستاذ اتفضل. يعني خلوا بالكم من الجزئية دي عشان بتحصل كتير قدام محاكم الجنايات. حضراتكم أجي عشان لما أنا أقول لحضراتكم من أين تبدأ قراءة ملف القضية، الواقع العملي هو اللي أنا قلته لحضراتكم، ده جعلنا نبدأ قراءة ملف القضية. واحد، محضر التحريات. اثنين، إذن النيابة العامة الله يفتح عليكم. ثلاثة، محضر الضبط. أربعة، تحقيقات النيابة العامة وما يجري فيها من سؤال شهود الإثبات اللي هو الضابط وشهود الإثبات، وبعدين شهود النفي، وبعدين سؤال المتهم، وبعدين إحالة المواد المضبوطة إلى المعمل الجنائي لتقديم التقرير، إذا جه إيجابي بيحيل الأوراق إلى المحامي العام لإحالتها إلى محكمة الجنايات، أما إذا جت إنه ما فيش مخدر ودي مش مادة مخدرة بيحفظ الأوراق بتنتهي التحقيقات ويخلى سبيل المتهم، وهنا لو جت إيجابية بيحيل الأوراق للمحامي العام، والمحامي العام حضراتكم بيحيل الأوراق إلى محكمة الجنايات. آدي حضراتكم العمل اللي احنا خدنا عليه قدام محكمة الجنايات. لما أنا بقول لحضراتكم من أين تبدأ قراءة ملف القضية، تبدأ بحسب التسلسل التاريخي اللي أحدث. أما كنت أنا بجد بعض زملائي محامين شباب يبدأ من تحقيقات النيابة ويجي يسألني مش كده صح، أقول له طب أنت ليه اختصرت يعني جيت من تحقيقات النيابة، ما بدأتش ليه من محضر التحريات وإذن النيابة ومحضر الضبط؟ قال لي ما هو المحقق بيقول إيه، عرض علينا اليوم محضر تحريات مؤرخ بكذا بمعرفة الرائد فلان الفلاني وإذن النيابة العامة الصادر بكذا، قال لي طب ما أنا بقراه هو يعني هقراه وبعدين أرجع أقراه تاني. يعني فهو مستتقل يقرأ مرتين، احنا لغاية دلوقتي بنقرأ القضية خمس مرات حتى بعد السن ده، خمس مرات لدرجة ان انا في قضايا ابقى حافظ اسم المتهم رباعي وخماسي واسماء الشهود ثلاثية، وقد لا استعين قدام المحكمة ان انا امسك ملف القضية وافضل ايه احطه قدامي كده وافضل اقرأ فيك، لا 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 ولا الكلام، خلاص أنا حضرت دفاعي وكاتب ثلاث عناصر هم اللي حقراهم حفظتهم خلاص، لأن الحشو بتاعهم أو تفسيرهم أنا عارفه، فأنا عارف أني عندي ثلاث دفوع خلاص ما يبقى. لكن قراءة القضية أكتر من مرة يجعلك بتبقى خلاص فهمت القضية. لكن في بعض زملائنا
ودو يعني أتمنى أن أنتوا ما تمثلهمش وما تعملوا زيهم، أنه يقرأ القضية. جات له قضية من الناس يقول لهم يا الجلسة إمتى؟ يقولوا بعد شهر. جلسة بعد شهر، يروح لكن القضية، يجي قبلها بيوم ويقرأ القضية. لا ده في أكتر من كده، ما يقرأهاش قبلها بيوم، يروح في المحكمة بص ليه عمال يعمل الورق كده بصراحة، عاوز يقرأ أي حاجة كده عشان الناس تسمعه أصحاب القضية وهو بيتكلم. يعني الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش. اللي عاوز، أنا بخاطب دايما المحامي الناجح، المحامي اللي عاوز يبقى ناجح، والنجاح مش تمنه قليل قوي. هو لما بيسألوا سعد زغلول زعيم الأمة، فالعقد كان الأنتيم بتاعه، كان دايما ما يمشي معاه في جميع جولاته وبتاع، قالوا له، قال بيقول له كيف يا زعيم أصبحت محاميا شهيرا؟ قال له كنت أقرأ القضية قراءة جيدة، أدي واحد، وكنت أمين وصادق مع كل من يتعامل معي، اثنين، وكنت أحترم القضاء، ثلاثة. ده مين؟ ده سعد زغلول المحامي، ما كانش نقيب محامين، ده كان محامي بس. وبعدين لما اتصف بهذه الصفات عينوه رئيس محكمة استئناف في القاهرة، وكانت محكمة واحدة. وبعدين راح بقى رئيس وزراء، وبعدين بقى رئيس مجلس نواب، وقبليها كان وزير حقانية، وزير عدل. ادي سعد زغلول، شفتوا الثلاث مبادئ دول؟ كنت أقرأ القضية قراءة جيدة، وكنت صادق وأمين مع كل من يتعامل معي، وكنت أحترم القضاء. ادي الثلاث اللي احنا نفسنا نبقى ريحة من أسلفنا العظام دول. وعشان كده انتوا لازم تتأسوا بالعظماء من المحامين، لأن المحامين أسلفهم عظام. كان ما بيتعينش في رئيس مجلس وزراء إلا من المحامين، و90% من مجلس الوزراء كان محامين، لأنه هو إيه؟ محامي ده درس القضاء، ودرس القانون، ودرس الاقتصاد، ودرس الشريعة، كل العلوم الإنسانية درسها المحامي، بخلاف عن الآخرين، بخلاف عن الطبيب مثلا، معلومات طبية بس، لكن إلا المحامي درس كل شيء من العلوم الإنسانية فيصلح لتولي أي منصب. وعشان كده أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن تتأسوا بأسلفنا العظام. وعشان كده أنا بقول هنا قراءة ملف القضية قراءة أكتر من مرة. أول ما تجيلك القضية تقراها، وهم الناس موجودة مش تركنها لغاية ما تيجي الجلسة، لا اقراها، لأن القراءة الأولى ديت هتديك فكرة القضية دي تاخدها ولا ما تاخدهاش. مش زي بعض زملائنا كده تجيله القضية فيروح ركنها، وبعدين قبل الجلسة بيوم يروح بص كده يقول ايه ده، ده قضية اداب، طب وانا مش هشتغل في قضية الاداب، يروح جايب للناس ويقول لهم لا انا مش هاخد القضية. لا يا اخي، لا يا اخي، ما ينفعش، ده انت كده وقعتهم في ورطة. وعشان كده قراءة القضية في اول ما تجيلك هتاخد موقف ان انت تاخد القضية او تعتذر عن قبول القضية، ان الحكم اللي هيصدر فيها وضعه ايه، في اذن نيابة ولا ما فيش، ولا في تلبس، كل الأمور دي بتاخدها من أول قراءة. القراءة الثانية هي أهم القراءات. ليه؟ لأن هي اللي بنستخرج منها الدفاع والدفوع اللي انت هتقولها قدام القاضي. ونرجع بقى لكلامنا الأولاني، لما بيجي لك قضية بتقراها هتطلع الدفاع ازاي؟ ولا هتروح اللي انت قريته ده هتقوله للقاضي، هتفضل تقرأه الملف القضية كله؟ لا لا،
انت مش هتقول قدام القاضي الا الدفاع اللي انت استخرجته. طب كيف تستخرج الدفاع من اوراق القضيه؟ كيف تستخرج الدفاع من اوراق القضيه؟ تعالوا نشوف قراءه اللي هي القراءه الثانيه دي اللي انت دي اهم القراءات. وحضرتك قريت محضر التحريات قال كده: اتصل بي احد مصادر السريه وابلغني ان فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدره وانه يحوز حاليا كميه من المواد المخدره في مسكنه، وعليه ساستصدر اذن من النيابه العامه لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه. ودى الاذن للسيد وكيل النيابة. سيد وكيل النيابة بص كده لقى إن الشرطين متوفرين لإصدار الإذن، اللي هم إيه؟ الله يكرمك كده تمام، اللي هو يجب أن تكون هناك تحريات جدية سابقة على صدور الإذن، يجب أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل ومنسوبة إلى شخص محدد بالذات، جناية أو جنحة، لأنه لا يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة لضبط جريمة ستقع في المستقبل حتى ولو تحقق وقوعها. وشاف الشرطين متحققين أصدر الإذن: نأذن للسيد النقيب فلان الفلاني بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه لضبط ما يحوز من مواد مخدرة في مسكنه الكائن في الحتة الفلانية، وعلى أن ينفذ الإذن لمرة واحدة خلال 3 أيام من ساعة وتاريخ الإذن. احنا قلنا الإذن صدر الساعة كام؟ الساعة 12 الظهر يوم 1/6/2023. حضراتكم قدامه 3 أيام لتنفيذ الإذن. طب ينفذ الإذن إمتى؟ أول ما ياخد الإذن ينفذه، من ساعة ما يمسك الإذن في إيديه ينفذه. يبقى تنفيذ الإذن من ساعة صدوره، من ثانية صدوره، من دقيقة صدوره، أدي تنفيذ الإذن. حضراتكم راح واخد قال بقى في الورقة الثالثة بقى اللي هي نفاذا لإذن النيابة، كتب محضر الضبط بقى: نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر لنا بضبط وفتيش شخص ومسكن المتحري عنه، قمنا والقوة المرافقة لضبط وتنفيذ شخص المأذون بضبط وتفتيشه، وأثناء سيرنا في الطريق العام قابلنا المأذون بضبط وتفتيشه فاستوقفناه وعرفناه بشخصيتنا وبأن معنا إذن من النيابة العامة ضبط وتفتيشه، فسمح لنا بتفتيشه، فوجدنا في جيب القميص بتاعه علبة سجاير مارلبورو فيها 3 سجاير ملفوفين لف يدوي يظهر من فوهتهم نبات عشبي أخضر جاف يشبه نبات البانجو المخدر، وعليه قبضنا عليه ورجعنا إلى القسم لتحرير محضر. ايه رايكم في الضبط ده؟ لا نسمع بقى، ده انتوا بقيتوا اساتذه كبار بعد المحاضره دي بقى خلاص. اتفضلي. الله يفتح عليكي، اتفضلي كده 100%. الله، انت مش حضره الضابط قلت بان اتصل بي احد مصادر السريه وابلغني ان فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدره وانه يحوز حاليا عشان تستصدر الاذن، قلت كده انه يحوز حاليا كميه من عشان اهو جريمه واقعه بالفعل، يستصدر انه يحوز حاليا كميه من المواد المخدره في مسكنه وعليه ساستصدر الاذن، وانت قلت للسيد وكيل النيابه الكلام ده. الله، طيب ما انت واخد الاذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن، انت قبضت على شخصه وفتشت شخصه ولقيت معاه مخدر، طب ما استكمل تنفيذ الاذن، لان انت قلت كده، لان انت ما استكملتش، لان انت واثق ان ما فيش في
مسكن حاجة، وبالتالي ينشأ الحق للمتهم بالدفع ببطلان القبض والتفتيش. شفتوا بقى بنطلع بقى الدفاع ازاي بقى، ولذلك ينشأ الحق للمتهم بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنه لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات. هنا يبقى ينشأ الحق للمتهم في الدفع، يبقى انت على طول بتروح جاي قريت تطلع الورقة معاك اللي انت بتعمل فيها ملخص القضية وتقول الدفع ببطلان كده، خلاص انت عرفت دفع ببطلان القبض والتفتيش للمتهم لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم بطلان صدور إذن النيابة العامة ليه؟ لعدم جدية التحريات، لأنه من شرطي صدور الإذن تحريات جدية وأن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. أنت دلوقتي خدت إذن وقلت للضابط لا أنت أدخلت الغش على مصدر القرار عشان تستحصل على الإذن، وده باين عليك أن أنت كنت حابس الراجل وعملت المحضر التحريات مكتبي وانت في مكتبك كده لا في تحريات ولا في حاجة، وده اللي احنا دايما بنستشفه من الأوراق، والقاضي بيقضي ليك ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه لبطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم الله يفتح عليكم لعدم جدية التحريات. ادي الدفع الأولاني، نبدأ نقرأ ورقة ونطلع الدفوع، كل دفع بنعمله بنطلعه قدامنا وبنطوفه بيبقى عندك الأمر. بقى تعالوا لشيء مهم قوي، أنا بجد إن بعض زملائنا ما بينفذهوش قدام محكمة الجنايات، يفضل يحكي قصة والقاضي يقول له طب فين الدفع يا أستاذ، يقول له ما أنا هقول له حضرتك يا فندم، وبعدين راح مقابله في الشارع وبعدين لقاه ففتشه ولقى معاه علبة سجاير فيها سجاير ملفوفة فيها مخدر البنجو، يقول له طب الدفع ايه يا استاذ، يقول له ما انا هقول لحضرتك اهو، ويفضل يحكي. لا، اول ما تبدأ قدام القاضي قال لك يقول لك اتفضل يا استاذ، تقول يا فندم انا بطلب وبلتمس القضاء ببراءة المتهم تأسيسا على واحد الدفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات، اثنين الدفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم وجود جريمة قد وقعت بالفعل عند صدور الإذن، وهو المثال اللي أنا قلته بتاع القضية اللي هيستلم لسه المخدرات الساعة 6 مساء وصدر الإذن الساعة 12 الظهر عن جريمة مستقبلة، وده أمر لا يجوز. بطلان، ثلاثة الدفوع اللي أنا بقولها دي لن تخرج قضية المخدرات عنها، بطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص، لازم اللي يصدر إذن النيابة العامة يعني وكيل نيابة السيدة زينب ما يصدرش إذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن واحد في شبرا. وخلوا بالكم هنا، وانا حاب اقولها ان شاء الله في محاضرات جايه اللي هي التعمق بقى، ان وكيل النائب وكيل النيابه هو بيمثل النائب العام، بس التمثيل ده بيبقى في امور معينه. ليه؟ سلطات الوكيل النيابه سلطه اتهام وسلطه تحقيق، سلطه اتهام وسلطة التحقيق، هو بيمثل النائب العام في الاتهام، لكن في التحقيق ما يمثلوش، هو يمثل نفسه.
يعني وكيل نيابة السيدة زينب بيحقق في جريمة قتل في السيدة زينب، والراجل هرب المتهم في مصر الجديدة، ما يصدرش إذن بضبط وتفتيش ده إلا بشروط معينة هنقولها لكم بعد كده. لازم يبقى لا يصدر، لا يجوز أن يصدر المحقق أي إجراء من إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني، ولكن يجوز أن يصدر أي إجراء من إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني بشرط أن يكون هذا الأمر مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه. وإحنا قلنا هنقولها لكم في القضايا المتخصصة، في قضايا القتل لما هشرحها لكم، أي قضية قتل هتعرض عليك أنت إن شاء الله هتوفق فيها. بس لما حسين بيه جمال يأذن لنا بالمحاضرة المتخصصة معكم إن شاء الله. إن شاء الله حضراتكم تعالوا ننتقل بقى، إحنا قلنا شروط صدور إذن النيابة العامة، تعالوا نشوف بقى أركان إذن. أنت بتعرف إن الإذن انتهي؟ طيب يبقى نقفل كده ماشي. حضراتكم احنا قلنا ايه شروط اذن النيابة، شروط صدور اذن النيابة العامة، تحريات جدية، ان تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الاذن. اذن النيابة العامة عاوز تعرفوا النص انه سليم ولا باطل، تعرفوا ازاي؟ زي ما انا قلت لحضراتكم كده، اول ما تطلع على الثلاث ورقات اللي احنا قلناهم، اهم ثلاث ورقات في القضية، تعرف ان اذن النيابة العامة صدر صحيحا او باطلا. وانا يعني في نهاية حديثي ان شاء الله اللي هنستكمله في محاضرات بعد كده، انا بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.